تحية طيبة للجميع. نمر إلى التمرين 31.795. إذا لنمثل النقاط H, G, E, F. إذا النقطة G ذات إحداثية 2 4، 2 X يساوي 2 Y يساوي 4. إذا هتكون هنا النقطة G ذات إحداثية 2 4، ثم F ذات إحداثية ناقص 6 2، F ذات إحداثية ناقص 6 2. نقطة F ناقص 6 2، ثم E ذات إحداثية ناقص 7 ناقص 5. إذا ناقص 7 ناقص 5. E ذات إحداثية ناقص 7 ناقص 5. ثم H ذات إحداثية ناقص 3 ناقص 3 ناقص 1. إكس ناقص 3 ثم ناقص 1. هذه النقطة H. السؤال الموالي والذي يقول: بين أن المثلثين E H F و G H F قائمة الزاوية في H. إذا غادي نحاولو نطبقو مبرهنة فيثاغورس بحساب المسافات. السؤال المولي: لنبين أن المثلثين O H F و G H F مثلثين قائمة الزاوية في H. إذا لنبين أن E H F قائم الزاوية في H. إذن هنا ممكن نحسبو المسافات، هاد المسافة وهاد المسافة وهاد المسافة، ونطبقو فيثاغورس. ممكن نبينو بلي أن هاد المستقيم هذا عمودي على هاد المستقيم هذا. قبل ذلك خصنا نبينو بأن هاد النقاط نقاط مستقيمية. إذن هاد السؤال ديال النقاط المستقيمية جا هو التالي، يعني استنتاج، وبالتالي غنمشيو نحسبو المسافات لنبين أن O H F قائم الزاوية في H. إذا هنا غنحسبو E H لنحسب O H و O F و H F. إذا هنا غنحاول نديرهم شي. إذا هنا O H تساوي الجذر الكبير ديال X H ناقص X E أس 2 زائد Y H ناقص Y E الكل أس 2. إذن X ديال H هو ناقص 3 ناقص X ديال E هو ناقص 7 زائد Y ديال H اللي هو Y ديال H هو ناقص 1 و Y ديال E هو ناقص 5 مع الجذر. إذا نحسب المسافة بطريقة عادية: ناقص 3 زائد 7 أس 2 ناقص 1 زائد 5 أس 2 تساوي 4 أس 2 زائد 4 أس 2 تساوي 16. 16 تساوي جذر 2 و3. نفس الطريقة غادي نمشيو نحسبو المسافة EF تساوي XF ناقص XE زائد YF ناقص YE. إذن XF تساوي ناقص 6 ناقص XE تساوي ناقص 7 YF تساوي 2 ناقص YE تساوي ناقص 5. ناقص 6 زائد 7 الكل أس 2 ناقص 2 زائد 5 الكل أس 2.
إذا ناقص 6 زائد 7 واحد أس 2 زائد 7 أس 2 تساوي 1 زائد 9 و40 تساوي جذر 50. بنفس الطريقة غادي نمشي نحسب المسافة اش اف. إذا اش اف تساوي الجذر ديال اكس اف ناقص اكس اش الكل أس 2 يغريك اف ناقص يغريك اش الكل أس 2. اكس اف هي ناقص 6 ناقص اكس اش هي ناقص 3 الكل أس 2 زائد يغريك اف. يغريك اف هي 2 ناقص يغريك اش هي ناقص 1 أس 2 والجذر. إذا كنحسبوا المسافة بالطريقة المعتادة، ناقص 6 زائد 3 الكل أس 2، 2 زائد 1 الكل أس 2 تساوي ناقص 3 أس 2 زائد 3 أس 2 تساوي 9 زائد 9 تساوي جذر 18 جذر 18. إذا هنا حسبنا المسافات، الآن غنرفع المربع. لدينا عندنا EH أس 2 تساوي جذر 32 أس 2 تساوي 32 و EF أس 2 تساوي جذر 50 أس 2 تساوي 50 و HF أس 2 تساوي جذر 18 أس 2 تساوي 18. كنلاحظوا هنا بلي أن 32 زائد 18 تساوي 50. نلاحظ أن هنا ما غاديش نكتبوا الأعداد، غادي نكتبوا الحروف. إذا هنا OF أس 2 اللي هي 50 كتساوي HF أس 2 زائد 18 زائد 32 يعني OH أس 2. ومنه حسب مبرهنات فيثاغورس العكسية فإن E H F قائم الزاوية في ماذا؟ في الرأس، ضلع الرأس المقابل لـ E F يعني في H. نعم هذا هو المطلوب. نمشيو لنفس الطريقة السؤال الموالي، يبين أن بنفس الطريقة لنبين أن جي اش اف قائم الزاوية في قائم الزاوية في اش. بنفس الطريقة نحسب المسافات. إذا لنحسب جي اش و جي اف و اش اف. اذا هنا انا اش اف لدينا اش اف راه حسبناها هي هنايا اش اف تساوي اش اف تساوي الجذر ديال 18. دابا نعاود نحسبوها الجذر 18. اذا هنا يكفي فقط ندير حساب مسافتين. اذا جي اف تصبح اكس اف ناقص اكس جي الكل اس 2 زائد يغريك اف ناقص يغريك جي الكل اس 2. نعوض اكس ديال اف اللي هو ناقص 6 ناقص اكس ديال جي اللي هو 2. يغريك اف اللي هو 2 ناقص يغريك جي اللي هو 4. اذا هنا ناقص 6 ناقص 2 الكل اس 2 اذا هنا ناقص 2 الكل أس 2 الجذر. إذا هنا ناقص 8 الكل أس 2 ناقص 2 الكل أس 2 مع الجذر. إذا عطينا 64 زائد 4 الجذر ديال 68. نمشيو الآن لجي جي اف عفوا جي اش جي اس تساوي اكس اش ناقص اكس جي
L كل أس إثنان زائد Y H ناقص Y G L كل أس إثنان X H X H اللي هي X ديال H اللي هي ناقص 3 ناقص X ديال G اللي هي 2 Y ديال H اللي هي ناقص 1 Y ديال G اللي هي 4. انتبه مزيان في التعويض باش ما نخطاش. ناقص 5 الكل أس 2 ناقص 5 الكل أس 2 تعطينا 25 زائد 25 تساوي الجذر ديال 50. إذا كما كتلاحظوا هنا غادي نحاول نحسب لدينا عندنا المسافة اش اف أس 2 تساوي جذر 18 أس 2 تساوي 18، والمسافة جي اف أس 2 تساوي جذر ديال جي اف تساوي 68 أس 2 تساوي 68، و جي اش أس 2 كتساوي جذر ديال 50 أس 2 تساوي 50. لدينا نلاحظ ونلاحظ أن كما كتلاحظوا هنا 68 كتساوي 18 زائد 50، إذا نقدروا نكتبوا جي اف أس 2 تساوي اش اف أس 2 زائد جي اش أس 2، ومنه حسب مبرهنة طاليس العكسية فإن جي اش اف قائم الزاوية في ماذا؟ في إذا الضلع المقابل الرأس المقابل في المثلث الضلع جي اش جي اف يعني هو في اش. السؤال الموالي استنتج النقاط او و جي و اش نقاط مستقيمة. إذا لنستنتج أن استنتاج أن E و G و H نقاط مستقيمة. إذا هنا خصنا نحسبو أو نحدو الإحداثيات ديال المتجهة O H والمتجهة H G. إذا نعلم أن متجهة O H ذات الإحداثيات XH ناقص XE YH ناقص YE. إذا هنا OH ذات الإحداثيات نعوض هنا ناقص 3 ناقص 7 وهنا ناقص 1 كاين الإحداثيات غادي غير نعوض ناقص 5. هنا OH ذات الإحداثيات ناقص 3 زائد 7 ناقص 1 زائد 5 أي إذا هنا أو أش ذات الإحداثيات 4 4. هنا نأخذ واحد المتجهة لتكون U متجهة ذات الإحداثيتي 1 1، ومنه إذا كما كتلاحظوا هنايا هنا 1 1 ومن هنا او اش كاين علاقه مع U، يعني غادي ناخذ U غنضربها في 4. الا ضربنا المتجهه U في 4 في واحد العدد اللي هو 4 يعني 4 في الافصول زائد 4 في الارتب يعطينا 4 في U، كاينه علاقه بيناتهم. 1 1 بحال ضربنا هنا في 4 وهنا في 4 غتعطينا او اش. نعلم ان بنفس الطريقه غنمشيو المعادله او المتجهه عفوا اش جي ذات الإحداثيات XG ناقص XH YG ناقص YH، أي أن HG ذات الإحداثيات XG هي 2 ناقص ناقص 3 4 ناقص ناقص 1. فقط لنعوض HG تصبح ذات الإحداثيات 5 5، ومنه نقدر نكتبو كذلك
اش جي كتساوي اذا هنا لا عملنا بخمسة بحال غنخرجوا خمسة غتبقى لنا خمسة مضروبة في المتجهة U. خمسة U. اذا هنا نلاحظ ان اش جي تساوي خمسة U. وهاد U هادي اذا هنا عندنا نقدر نكتب ان U تساوي يعني واحد على خمسة مضروب في اش جي ماشي كنقسمو انما كنضربو بحال المعادلة نضربو الطرفين في المقلوب ديال خمسة اللي هو واحد على خمسة ولدينا اذا هنا غادي نجيبو هاديك او اش شنو كتساوي كتساوي اربعة في U عوض ما غادي نكتبو هنا U غنكتبو التعبير ديالها واحد على خمسة اش جي اي اننا او اش كتساوي اربعة على خمسة اش جي عندنا تساوي متجهتين مكونين من ثلاثة ديال النقط او و اش و جي ومنه اش و جي و او نقاط مستقيمية نمشي للسؤال الموالي اللي هو حساب مساحة المثلث حساب مساحة المثلث حساب سؤال ثلاثة حساب S ديال E F G إذن هنا غنرجعنا لهذا الشكل غادي نلقاو بلي أن عندنا هذا المستقيم E لدينا F H G قائم الزاوية و F H E قائم الزاوية يعني أن F F H عمودي على E E G لدينا F H G قائم الزاوية في H و F H E قائم الزاوية في H و H و G و E نقاط مستقيمية إذن نقدر نقولوا بلي أن F H هنا نقدر نقولوا نزيدوا إذن هنا F H عمودي على H G وهنا إذن نقدر نزيدوا بلي أن F H عمودي على G على اش على اش على اش او على اش او اش او إذن اف اش إذن اف اش عمودي على او جي إذا نقدر نحسبوا المساحة الآن S E F G تساوي القاعدة في الارتفاع على 2 القاعدة ديالنا اللي هي O G ديال المثلث هي لنا O G في الارتفاع F H مقسوم على 2 الارتفاع في F G إذا هذا ال O G في F و G في F H على 2 إذن هنا عندنا O G كاينة O G تساوي O H زائد H G تساوي O H هي جذر 32 حسب المعطيات السابقة و H G كتساوي 50 وعندنا F H حسب المعطيات السابقة اف اش تساوي الجذر ديال 18 اف اش تساوي الجذر ديال 18 غادي نعوضو الان اذا هنا اس اف او اف جي تساوي 2 اذا هنا او جي هي جذر 32 زائد
جذر 50 في جذر 18 تساوي، إذن بسطوها هذه هي 2 أو 4 جذر 2، وهذه هي 5 جذر 2 على جذر 18 على 2 تساوي. إذن هنا تعطينا 4 زائد 5 هي 9 جذر 2 في جذر 18 تساوي 9 على 2 جذر 36 تساوي 9 على 2 في 6 تساوي 3 في 9، لأن 6 على جي 3 تساوي 27. إذن S E F G بالوحدة ديال القياس اللي هي A أس 2 مساحة سنتيمتر. إذن هذه هي المساحة. شكرا على المتابعة.